الكيانية الوطنية الفلسطينية توحدت بكل أبعادها. إسرائيل حاولت أن تقسم الشعب الفلسطيني في الضفة وفي القدس وفي غزة وفي مناطق 48، وحتى الضفة قسمتها إلى 3 مناطق A و B و G، وبالتالي هي قسمت المقسم. وهذه المعركة هي معركة وجودية تاريخية لوحدة الذات ولوحدة الكيانية الوطنية الشاملة، الكيانية الوطنية الفلسطينية بكل معالمها ومكونات هويتها، من فلسطينيين في القدس وفي غزة وفي نابلس وفي رام الله وفي أم الفحم وحيفا ويافا. إذا الكل الوطني الفلسطيني ينهض ويحمل القضية ويقول للعالم أنه لن يعيش بأمن واستقرار وسلام ما لم يحقق مطالب الشعب الفلسطيني بأن يكون له دولة وكيان وهوية ولن وطنية. يتخلى أيضا عن القضية، ولم يتخلى عن القضية طيلة هذه السنين العجاف، سنين الاحتلال. وهذا الاحتلال يعني يذكرنا بمنظومة الفعل الفرنسي الذي والأحداث فرنسا والإجراءات الفرنسية التي مورست على الشعب الجزائري طيلة 132 سنة لم تنجح فرنسا في إخفاء وتغيير معالم الهوية الوطنية الجزائرية. إذن هذا النهوض وهذه العودة هي أسطورة لترد بها على نتنياهو وغطرسته وعلى الحركة الصهيونية بكل مفاعيلها الأيديولوجية والسياسية وتوسيع أيضا رقعة الاستيطان. أستاذ بارك الله فيك، هودت الضفة، هودت والمدن الفلسطينية قسمت وحولتها إلى كنتونات، ولكن جاء الرد من غزة، الرد من الصواريخ غزة التي دكت معاقل الأمن الصهيوني، الأمن الإسرائيلي للفرد. أصبح الفرد الإسرائيلي ليس مؤتمن على ذاته وليس يعيش في جنات الله وفي لبن وعسل.